Assalamu alaikum and welcome to our fourth lecture in GI diseases. Today we are talking about malabsorption. As the name suggests, there is a problem in absorption. And most of you know that the organ responsible mainly for absorption is the small intestine. So we are thinking about diseases of the small intestine. Which layer of small intestine? Again, can be concluded easily. Which layer most likely to be responsible for most of absorption? You know, mucosa. You know that the layer of GI tract is mucosa, submucosa, muscularis, and serosa. Diseases of nerves, or diseases of muscles, such as neuropathy, or diseases of connective tissue diseases, can affect in indirect way the absorption, as we will discuss later, but the main layer responsible for absorption and responsible for diseases of malabsorption is the mucosa. So what can affect the mucosa and cause malabsorption? خلينا نفكر انت في الشكل واسع شنو الاشياء اللي ممكن تاثر على الميوكوزا وتسوي malabsorption. Basically, one of the most common, some kind of inflammatory conditions in genetically predisposed patients, celiac disease, lactose intolerance, واحدة من الأشياء اللي تشبه الفكرة مالته. وأخو celiac disease is relative is dermatitis herpetiformis. ذني نقدر نحط هنا حالة inflammatory. زين طبعا بناء على البيوبسي فايندينغز راح نرجع له بعدين. شنو بعد غير inflammatory؟ مثلا infection can cause malabsorption إذا صار infection للميوكوزا، مثلا tropical سبرو، مثلا small intestine bacterial overgrowth، أو مرض rare مثل Whipple disease. Again, diseases infection can affect the mucosa leading to malabsorption. صار عندنا هسه inflammatory قلنا celiac dermatitis herpetiformis، صار عندنا infection قلنا tropical سبرو، small intestine bacterial overgrowth، و Whipple disease. شنو بعد ممكن يصير؟ structural يعني شلون structural؟ مثلا اذا كان المريض مسوي cholecystectomy او some procedure in the intestine وخلى البايل اسيد يكون بطريقه غير طبيعيه متواجد بالسمول انتستين راح يصير عندنا فشي نسميه بايل اسيد دياريا and hence راح يصير عندنا malabsorption. غير البايل اسيد دياريا ممكن short bowel syndrome، شخص متعرض لعمليه ماخذين جزء كبير من الانتستين مالته كذا يصير عنده malabsorption. زين غير الشورت باول سندروم ممكن يصير عندنا مثلا structural radiation or radiation يسوي enterocolitis او proctocolitis again together can occur. So then structural فصار عندنا هسه الانفلاماتري celiac فكر بي نفكر اخوه dermatitis herpetiformis صار عندنا infectious tropical سبرو الوبل والسمول انتستين بكتيريال اوفرغروث صار عندنا ستراكشرال بايل اسيد دياريا ستراكشرال ممكن فيك شورت باول سندروم ستراكشرال راديشن اسوشيتد ديزيزز وعندنا اخر شيء جينيتكس اللي هي رير مثل ابيت على هايبوبروتينيميا هسه عرفت كل الكوزز مال مالابسورشن سهل مالابسورشن تمام زين احنا مو قلنا مشكله اساسا بالميوكوزا واتفقنا انه الميوكوزا شلون نقدر نشخص مواضعها ومشكلتها فهو اكثر شيء راح يفيدنا البايوبسي احنا بدنا نشوف المشكله بالميوكوزا والميوكوزا لازم examination under microscope so we have to do biopsy in most of these diseases biopsy is essential for diagnosis most of all بعدين راح نرجع لهم بالتفاصيل زين خلينا نمشي خطوه ابعد ونتخيل انه كل ذن الامراض شنو ممكن يسوي الاعراض هم خلينا نتفق، احنا عندنا مشكلة بالابزوربشن فالنيوترنت ما راح تكون كافية، فإذا كان طفل أكيد راح يصير عنده فد جروث ريتارديشن أصغر من أقرانه حجمه وزنه مبين اكو مشكلة عنده بالنمو، تمام؟ إذا كان كبير ديالي واحدة من الأشياء، مثلا إذا البي 12 أو الفوليك أسيد ما امتصوا بشكل طبيعي راح يصير عنده ميجالوبلاستيك أنيميا إذا الأيرون ما امتص بشكل طبيعي راح يصير عنده أيرون ديفيشنسي أنيميا وهكذا فيتامينات الباقية فيتامين مثلا بي 1 ممكن يصير عنده ما يشبه البربري أو فيتامين سي أسكوب سكيرفي وهكذا يعني احنا بدنا نحكي على
الكونسيكونسز مالت المالابسوربشن، ايش قد الديجري مال المالابسوربشن، ايش قد ما تكون السيمتومز بيهم كلهم. بس حاليا عرفنا الكوزز مال المالابسوربشن كله، وعرفنا the best way of diagnosis لأغلبهم، وعرفنا ال symptoms لأغلبهم. فهسه شرحنا وقد عرفنا عرف التريتمنت. إذا كان التريتمنت مثلا إذا كان السبب intolerance مثل مثلا celiac، فلازم نبتعد عن الشغلة اللي جسم ما يقدر يتعامل وياها. إذا كان السبب infection antibiotic طبعا. إذا كان سبب structural هنا نتعامل ويا الموضوع. إذا كان مثلا bile acid ممكن نحط bile acid sequestrant، أشياء ترتبط بالبايل acid وتقلل التأثير على المعاء. أما إذا كان السبب مثلا damage صاير أو مقصوص جزء منها، فهنا لازم نعوض النيوترينت وهذا هو. بس حاليا عرفنا كل موضوع المال absorption. خلينا ندخل بتفاصيل واحدة واحدة ونحكي بالبداية على celiac. تمام، هسه خلينا نحكي على celiac disease. Celiac disease is an inflammatory condition in a genetically susceptible patient، يعني مو كل المرضى يصير عندهم. زين، مثل القواعد العامة مال absorption كلها تنطبق عليها، تنطبق القواعد العامة بالسيمتومز، تنطبق القواعد العامة بالway of diagnosis بعد إضافة عليها صغيرة، وتنطبق بالتريتمنت. شنو يعني راح يصير؟ اللي راح يصير عندنا إنه البيشنت سنسيتيف للجلوتين الموجود بالويتس، الموجود بالراي، الموجود بالباردي، والموجود بالهوتس. زين، ولما ياخذ المريض حسب العمر اللي بدت عنده الاعراض، اذا كان هو طفل فراح يكون حجمه صغير، راح يكون جراوث بروبلمز. اذا كان لا، لما عمره كبير ممكن يبين بس كديالي، كل هاي ممكن يوصل الحد انه مثلا اوستيوماليشيا او اوستيوبوروسيس او ايرون ديفيشنسي انيميا، ميغالوبلاستيك انيميا من وراء الفوليك اسيد والبي 12، او ممكن تكون سمبل ديالي. ممكن يبدي باي عمر، ممكن اكو ناس مهم لاتنت موجود وبعدين يطلع الاعراض مال السيليك ديزيز. زين، شنو اللي الطرق اللي ممكن نشخص بها السيليك ديزيز؟ ذا بيست واي از بايوبسي. تمام، مثل ما اتفقنا البايوبسي 100 لما راح تكتب ريكويست الطبيب تشيك انه اكو سيليك ديزيز لو لا، بالاو جي دي راح تقول له انا اريد اندوسكوبي وذ بايوبسي فروم دودينال بارت 2. Part 2 from duodenum, 4 biopsy من duodenal bulb، biopsy واحدة. لما تكون هيك oriented وتحكي بشكل علمي راح يعرف المقابل انه انت اجود اكثر. فناخذ multiple biopsies. ليش؟ لانه ممكن البروبلم الفيلاس اتروفي تكون باتشي، موجودة باماكن وما موجودة بغير اماكن، فناخذ اكثر عدد من السامبلز من البايوبسيز على مود نوصل للدايجنوستس اذا كان موجود. زين، شنو بعد ممكن نساعدنا بتشخيص السيليك ديزيز؟ اوتو انتيباديز. احنا اتفقنا انه السيليك ديزيز له علاقه بالاوتو اميونيتي، لهذا لما نلقى مريض عنده سيليك ديزيز راح ندور على باقي اوتو اميون ديزيز، او نلقى مريض عنده اوتو اميون ديزيز راح ندور على سيليك ديزيز. مثل ايش؟ تايب 1 ديابيتس، تايرويد بروبلم، برينيشيوس انيميا، فالليست مال اوتو اميون ديزيز راح اخلي لكم اياها بالمحاضره. زين، شنو هي الاوتو انتيباديز؟ الافضل تي تي جي، تيشيو ترانس جلوتاميز، ترانس جلوتاميز. تمام، شنو بعد؟ اكو انتي اندوميسيال انتيباديز. طبعا هنا راح تلاحظون انه بالتست راح نكتب اي جي اي واي جي جي. ليش؟ صح البروبلم اسوشيتد وذ اي جي اي، بس اكو مرضى مثلا عندهم اي جي اي ديفيشنس، فاحنا يكون الـ IgG supportive أكثر، وهذا هو TTG هو واحدة من essentials. زين، هسه سؤال، إجا مريض وقبل ما أسوي له بايوبسي سويت له antibodies طلع positive، أعتمد عليه وأقول له عندك celiac وبعد ما يحتاج لك البايوبسي؟ إلا إذا كان أصغر من سنتين، يعني أطفال. أما إذا كان شغلت ميديسن لا، إحنا عندنا إذا سويت له بايوبسي العفو الأنتيبادي وطلع positive تخليه يستمر على نفس الطريقة مال أكيد إلى أن نسوي بايوبسي على مود نسوي confirmation of diagnosis of celiac disease. زين، شنو بعد ممكن الأشياء تساعدنا بتشخيص celiac disease؟ بدنا مثلاً CBC راح نشوف بي، أو الهيماتولوجي راح نشوف بي مثلاً signs مالت ميكروبلاستيك أنيميا، iron deficiency أنيميا، أو hypocyclinism، هو الجولي، فالأشياء راح تأخذوها بالهيماتولوجي، target cells دل على أنه أكو مشاكل بالدم، مشاكل كريا صنع كريات الدم اللي هي العلاقة بالمالابسورشن بالمايكرونيوترينت. زين،
شلون نسوي له تريتمنت. بيزيكلي انك تأدي جلوتين، تمام، اي شيء بيه جلوتين يبعد عن المريض. هذه حتى شنو؟ حتى نوقف الديتيريوريشن. زين الديفيشنسي عندنا، فنعطي مايكرو نيوترينت اكوردنجلي حسب شنو ممكن الكوميونيكيشن للصبغة سيليك ديزيز. ممكن تيومر مالجنسي تتحول سواء تي سيل لنفوما، سواء سكوانوس سيل كارسينوما اوف ازوفيغس او كارسينوما اوف سمول انتستين او another complication due to nodulitis. There is a bunch of complications associated with celiac disease we have to know about. هذه بصورة عامة الأشياء المهمة بالسيليك ديزيز نكتفي بها الآن. نقرأ محاضرة ونقرأ تيست وندور على من أكثر شيء نعرف عنه. شنو الكوزز اللي ممكن تسوي فيلس أتروفي أو سب توتال فيلس أتروفي مثل اللي يسوي سيليك، أو مرات بس لنفوسايت تزداد اللي ممكن يسبب سيليك هواية. مثلا من الحكينا ان تروبيكال سكروس تسوي، مثلا ما حكينا ان جياردياسيز ممكن تسوي، مثلا كوليستامال ديزيز تسوي. هذا الموضوع حام راح اذكر لكم اياه. مناسبة انه حكينا على السيليك، خلينا نكمل وياه درماتايتس سيربيتيفورمس. تشبه السيليك بكل شيء كبايوبسي من الانتستين، بس هي اسمها درماتايتس لها علاقة بالسكن، وبربيتيفورمس كانما بلسترز تجمع كوبس. فاللي يصير عندنا فالبلسترز انتنسلي اتشي بتحك بشكل مزعج، وين؟ بالالبوز، بالنيز، بالباك. وهذول المرضى من ناخذ منهم بايوبسي من الليجن راح نلقى اي جي اي. فنفكر بشغله لها علاقه بالانتستين، سو بالانتستين بايوبسي راح نلقى كلهم اغلبهم almost all of them راح يطلع عندهم ساينز تشبه سيليك ديزيز. بس ليش انفصل وصار وحده؟ لانه بس 10% من السيليك ديزيزز عندهم درماتايتس سيربيتيفورمس. شنو التريتمنت؟ انتو قولوا هم جلوتين فري دايت، اذا ما فعلت ممكن نعطي لابسون بالمغرب. تمام، خلينا نحكي هسه عن المجموعه الثانيه اللي هي لها علاقه بالانفكشن. اتفقنا انه تروبيكال سبرو وبول سمول انتستين بكتيريال اوفر جروث. تروبيكال سبرو، تروبيكال يعني ريليتد تو تروبيكس، يعني فكر بالهند ماليزيا بذن الاماكن. سبرو المشكله بالانتستين، الفكره انه احتماليه اكبر انه هو انفكشن. ليش بهالاماكن بالضبط؟ يا نوع من الانفكشن ما محددين نوع واحد، ممكن يكون الشريشيا كولاي، ممكن يكون كليبسيلا، ممكن يكون انواع من البكتيريا متعدده. شنو يصير عند المريض؟ بالبدايه ممكن اكيوت فيفر دياري، هنا نحط الجيارديازيس وحده من الدفرنشال دايجنوسيس، ولما نسوي بايوبسي يطلع يشبه تشينجز الموجوده بالسيليك ديزيز. شنو التريتمنت مالته؟ التريتمنت مالته انتي بايوتيك طبعا، تتراسايكلين 250 ملي جرام 4 تايم ديلي فور 28 دي 4 ويكس، تمام. تروبيكال سبرو نفكر بيه من الشخص. احنا شاعلين بهالموضوع لانه ممكن اراك مسافر الماليزيا او للهند، ممكن انت تروح في يوم من الايام هناك القصد واحده من دول ايش دايجنوستس تروبيكال سبرو. نجي مثلا سمول انتستين بكتير، سمول انتستينال بكتيريال اوفر جروث. هنا ليش بكتيريال اوفر جروث؟ ما قلنا انفكشن، لانه هاي البكتيريا موجوده اصلا بس اعدادها تصير اكثر. ايش قد تصير اكثر؟ عاده هاي البكتيريا بتتجاوز ال 1000 الى 10000 بكل مول. هنا لما توصل 10 اس 8 او 10 اس 10 واحد وخرى 10 سبار بالمم نقول سمول انتستين بكتيريال اوفر جروث. شنو السيمتومز تشبه كل المالابسورشن؟ مش عليها نفسها. شلون يصير هذا الانتستينال اوفر جروث، سمول انتستين اوفر جروث؟ يعني لما اكو بروبلم بالنورمال فيزيولوجي، شلون نبدي من فوق؟ الاستومك اذا صار الاسيد سكريشن قليل، برينيشياس انيميا، او ناخذ بروتون باب انهبيتر هواي، يصير اسيد قليل، فهذه البكتيريا ممكن توصل من السلايفه وتوصل بسهوله للانتستين. مثلا الموتيلتي ديس اوردر، قلنا الديابيتيك او البروبلم ديابيتيك نيوروباثي، او مثلا اي كايند اوف ماسكولار ديزيزز، كونكتيف تيشو ديزيزز، تسوي ديكريز بالموتيلتي، فالبكتيريا راح تبقى فتره اطول فيصير بها اوفر جروث. ممكن ستراكشرال ديزيزز، ممكن مثلا نسوي له اوبريشن شايلين جزء معين من الانتستين مالته فيصير عندنا اوفر جروث، النتيجه انه يصير عندنا بكتيريا اوفر جروث. شنو نسوي له دايجنوستس؟ اذا كان شايل جزء او بلايند لوب او عندنا مشكله فالبيريوم سولو او ام ار اي انتيروسكوبي الدايجنوستس مالتنا اللي قلنا عليه
اندوسكوب نسوي فينا عاده هو راح البايوبسي راح يفرق لنا عن السيلياك فراح يفيدنا ممكن يفيدنا زين. شنو بعد الجولد ستاندرد او الموست كومنلي يوز تيست اللي هو بريث تيست يوريا هيدروجين تيست. نعطي جلوكوز 50 غرام ونحسب الهيدروجين اللي يطلع بالتنفس اذا كانت اكو بكتيريا مستهلكه بسرعه فراح يدل على انه وجود بكتيريا اوفر جروث. شنو التريتمنت؟ انتبايتك بكتيريا اوفر جروث انتبايتك ما مستقرين على واحد ممكن اموكسيسيلين ممكن سوبرافلوكساسين ممكن تتراسايكلين حسب الكونديشن راح اكتب لكم اياها يعني حاليا المتفق عليها بالمصدر مالتكم شنو 2 ويكس ممكن تكون كافيه على مود نعالج سمول تيستنج بكتيريا اوفر جروث. سيمبتومز تشبه البقيه حسب شنو اللي راح يصير عندنا نقص في الابزوربشن وراح يطلع لنا السيمبتومز. زين الاخير وبل ديزيز. وبل طبعا مو بس بالانتستين فد مالتي اورجانس مالتي سيستم ديزيز وكان انت ان ديث نيورولوجيكال مانيفستيشنز مالته مزعجه. المميز بيه في الشيء نسميه باس ريجنت ستين بيريودك اسيد شافت ستين تطلع ماكروفاج فومي فنقول هذا وبل ديزيز. وبل ديزيز از فورم اوف انفكشن والتريتمنت مالته هم صار تتراسايكلين 2 ويكس مو 4 ويكس. خلصنا الانفكشن كوزز مالت مالت مالابسورشن بقالنا شنو ستراكشرال وبقالنا الجنرال. نيجي للستراكشرال كوزز. ستراكشرال كوزز تتبع الخطوط العامه حكيتكم عليها من راح تقرروا راح تلقون كلها ماشي هاي الخطوط العامه سواء شورت باول سندروم سواء مثلا راديشن اسوشيتد انتيروكولايتس نفس الخطوط العامه والتريتمنت كلها سبورتيف اغلب الاحيان. ممكن بالراديشن يفيدنا مثلا نسوي باريوم فلو ثرو على مود نشوف الستركتشرز او الالسرز. ممكن مثلا بالسمول بكتيريال او العفو بالشورت باول سندروم حسب الاوبريشن اللي مسويها راح نتعامل ويا الموضوع تريتمنت سبورتيف. ممكن مرات بارنترال نوتريشن او اي في نوتريشن اكوردنجلي. المميز بيهم مثلا البايل اسيد دياري. ليش مميز؟ لانه هو بي نوعين نوع يجي وحده ادوباتيك نوع اسوشيتد وذ مثلا كولسيستكتومي او انذر جي اي بروبلم جي اي اوبريشنز ممكن اسوشيتد وذ سمول باول اور انتستينال اوفر جروث. البايل سالت راح تدخل الكولون لما توصل راح تسوي ستيميليشن إلى راح يصير دياريا ودياريا وياها مال ابزوربشن. الاشياء المميزه انه هي ترتبط بالكالسيوم فراح يصير عندنا يعني قابليه الجسم على تكوين الحصه تمام ليثوجينيك فيصير عندنا جول ستونز يصير عندنا يورينال ستونز ويا البايل اسيد دياريا. وبما ان المشكله انه هي البايل سالت not combined فاحنا نحلها بنسوي combination البايل سالت نعطي فيروس السيكوستمنت مثلا كوليسترامي خلصت الموضوع. احتفقنا انه الشورت باول عفوا الشورت باول سندروم او الراديشن اسوشيتد تتبع الخطوط العامه ويبقى لنا بس الجينيتكس اللي هو رير اوتوسومال ريسيسيف ابيتالايبوبروتينيميا ومثل الستركشرال ومثل باقي الكوزز مال مال ابزوربشن الاعراض اللي تطلع حسب نقص شنو عندنا والتريتمنت مالتنا حسب تعويض هذه النقصات اللي عندنا. نشوفكم محاضرة ثانية.